السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. تجار النخم الزينين من طنجه للقويره، تبارك الله على الجميع. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. هذا الفيديو بغينا يوصل الله يجازيكم بخير لهذه الشركه. هي هذه الشركه ديال اومو، بغينا نعرفوا الله يجازيكم بخير. هذه الشركه يتعاود ويتكرر، صبرنا تعيين الله يجازيكم بخير. الله يرحم والدين. وهو كيجي اللي كيقيد لنا السلعه كيقول لنا اوموماتيك 98 درهم، 98 درهم، وكيعطينا الثمنات ديال اوموماتيك 6 كيلو ديال 750 غرام في الثمن. وفاش كيجي الكاميو كيعطيونا السلعه الاخرى في الفاكتوره، ها هي والسلعه اوموماتيك راه هو مزيود بالسيلو، هو اومو الاخر ديال 750 غرام، بمعنى بثمن اخر، بمعنى ثمن اخر. شنو هو ثمن اخر؟ ديال 101 3 دراهم في البياسه، هما كيقولوا عندهم هذا الثمن وقيدنا لهم بهذاك الثمن. وفاش جاو دابا كيقول لك لا لحقاش ما كاينش، ولا حقاش راه هو تزاد. هاد الهضره ما تقولوهاش لينا، حنا عارفين بان ما كاين شي حاجه ماشي هي هذيك. هذاك الشيء علاش بغينا حنا هاد الفيديو، لحقاش صبرنا وعينا ما نصبروا للشركه الله يرحمها والدين باش يفهموا هاد الغلط، ولا ما عرفتش شنو هاد الشيء ديالهم. ما يمكنش يقول لنا كاين الحاجه وبالثمن ويجي الكاميو يعطيك الفاكتوره ديال الحوايج الاخرين، وهذيك الحوايج الاخرين اللي هما كيقول لك هما زايدين ما كيعطيهمش لك. كيقول لك اودي لا بغيتي الا بغيتي هاد الثمن كيفاش داير، فهمتي؟ اشنو هاد الشيء؟ راه خصكم تفهمونا الله يرحم لكم الوالدين، بمعنى راه كاين في الكاميو، اذا راه كاين بفاكتوره اخرى الثانيه وما كيبينوهاش. لحقاش كاين تلاعبات صراحه، نقولوها ديريكت وما عندنا ما نخبيو. اذا هاد الشيء راه ما خدامش لكم، راه الا مشات تفقد الثقه بين التاجر وبين الشركه، راه الله مصلح عليك يا رسول. هاد الشيء راه نقول لكم، وصلحوا الله يرحم لكم الوالدين، هاد الشيء راه ما نصبروا. صلحوا صلحوا الاغراض ديالكم، بقاو تراقبوا المسائل ديالكم، الله يجازيكم بخير. وهاد الشيء راه حنا قلناه لكم باش يكون في اخباركم. حنا عارفين بان ما هاد الفاكتوره الثانيه كاينه عندهم، ما يقولوش ليا ما كايناش، راه ماشي الخطره الاولى ولا الخطره الثانيه، بمعنى كاع ردينا لهم السلعه. هادي دابا شديناها باش نوصلوا لكم هاد الخبر، لحقاش ما يمكنش نبقاو ديما صابرين. وكاين هاد الشيء فقدان الثقه بينكم وبين هاد الناس ديالكم ولا شي حاجه، راه حنا ما شغلناش. المهم الله يجازيكم بخير، حنا كنعرفوا بان ما الثمن اللي قلتوا لنا وباش قيد نا باش خصنا نشدوه، تجينا الفاكتوره بحال هادي. ما يبقاوش يتسمصروا فينا. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.